راك معلق الفيزا وراهي بحرت لك وين تروح. هذا الفيديو ليك اخي العزيز. شوالا قبل ما نبداو في السوجي كما العاده ابوني جام وبارطاجو باش الجميع يستفاد معلومه ونصيحه وبالتجربه تاعي. نتلاقوا بعد الفاصل. نقض بالظل ومن ثم نهضروا. رانا ولينا معاكم بون خاوتي. نبداو في السيجي مباشرة. راك معلق الفيزا وراهي بحرت لك وين تروح وكيفاش تروح وكيفاش تنقل تما. بزاف ناس اللي معلقين الفيزا ويبعتولي راني قريب نروح ما عنديش وين نروح كيفاش نكري واش ندير نروح في الطيارة ولا نروح في البابور. وهذا هو الجواب. بحكم التجربة تاعي مؤخرا أنا عندي 10 أيام من اللي جيت واكتشفت واحد الحاجة اللي راهي مهمة بزاف بالنسبة للناس اللي معلقة الفيزا أو للناس اللي راهي دايرة فيزا وتقارع في الفيزا وتبحرت لها وين تروح ما عارفاش كيفاش تروح. بالأخص الناس اللي ما عند اللي ما عندهاش أي واحد صاحبك ولا فاميلتك اللي يرفده او موا 3 أيام ولا سيمانة ولا شهر باش يوري له الريط ولا العقلية كيفاش تدور في اوروبا. اما لهذا الفيديو ليك. اول حاجة اخي العزيز الا وهو كي تجي من الاحسن من الاحسن وبحكم التجربة تاعي ارواح في البابور. لماذا في البابور؟ غادي تتعرف بالناس. ما كاش اللي يطلع في البابور وما يديرش كونيسونس مع ناس ما يديرش علاقات ولا صحبه ولا يتعرف مع ناس. هذه غير لحى من بالك. البابور عندك ليله كومبلي وهو يمشي صاي عندك ليله كومبلي وهو يمشي البابور. يعني غادي تتعرف بناس. ما يخفاش عليكم باللي في البابور كاين ناس اللي رايحين لفرنسا من الالي كونت رايح لفرنسا رايح تولوز رايح. كاين ناس اللي رايح لالمان كاين اللي رايح بلجيكا. انت تما في البابور اضرب على روحك. تقدر تتلاقى مع كاش واحد اللي يوصلك حتى للمدينه وين راك باغي تروح صاي. شوالا خص الانسان ما يحشمش يسقسي. خويا ما تعرفش واحد راه رايح لبيرباو، خويا ما تعرفش واحد راه رايح لتولوز، خويا ما تعرفش واحد راه رايح لهذيك المدينه. على الاقل يقدمك شويه للمدينه ولا للبلاصه اللي راك رايح لها. هذه حاجه مهمه بالبزاف خاوتي وانا اكتشفتها مؤخرا وشفتها بعينيا. الحاجه الزوجه وذلك اضعف الايمان. الايمان تقدر تتعرف مع كاش واحد اللي يهضر الاسبانيه اللي يهضر الاسبانيه عايش في اسبانيا ويشري لك البي يديك حتى لاجونس ويشري لك البي باش رايح باش يروح للمدينه اللي راه باغي لها ولا للبلد اللي راه حاب يروح له. وانا شخصيا شريت البي لزوج تاع الناس. انا ما كانتش الوجهه تاعي لاجونس مي والله العظيم الا طلعت معاهم حتى لاجونس وشريت لهم البي. وهذه ماشي الاولى ماشي الزوجه غير في هذه الخطره التاليه شريت لزوج تاع الناس البي. واحد كان رايح سان سيباستيان وواحد كان رايح فرنسا. شاولا راح مع خوه مع صاحبه ماشي صاحبه تم تعرف به غير في البابور سان سيباستيان من تما غادي يزيد يقدم لتولوز ولا ما على باليش. هذه حاجه. وكاين واحد الانسان والله العظيم الى قعدت نعلم فيه في الاسبانيه والله العظيم الى تما في البابور في لاطيراس كنت نعلمه في الاسبانيه. قال لي علمني وتعرف على شي كلايم اللي يقدر
يعول عليهم كما نقولوا هنايا باش يوجهوه. صحيح خاوتي؟